أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم. إن الله اصطفى آدم ذرية بعضها من بعض والله سميع إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني فتقبل مني. إنك أنت السميع والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى
سميع الدعاء
الله عليك، الله يكرمك، ما فيش كده ابدا، كده
الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين
وأنبئكم
صلي على جمال النبي والنبي الآية دي والوقف هذا يا ابن وأنا بأكون بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون
الثاني الحق. ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون.
ايه ده زي الخاص؟ ايه ده خاص؟ ثم إلي مرجعكم فاحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. وما لهم من ناصرين. والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله 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 الله
عندك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من ونساءنا ونساءكم. الله أكبر. ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل يا بطل. وما من إله إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. قل يا أهل الكتاب يا تدخل أنا جاي مسافر من أوزي، يا تدخل أنا بعيد كده.
ولا يتخذ بعضنا بعضا ربا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم. الله أكبر. يا أهل الكتاب لم تحاجون في الله يا فضل الكريم. الله مصر. الله يا فضل الكريم.
فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم؟ صدق الله العظيم.